اسأل عن يمين اللغو. يمين اللغو عامل زي والله ما تيجي يا اخي، والله ما تيجي شاي، والله والله شاي وكذا. يعني لا، يعني هو لا يقصد باليمين هنا الا التبرك. يعني كلمة الله ذكرت في لسانه على التبرك، يعني مش يقصد قسم يمنع به شيئا او يفعل به شيئا، انما هو يقصد نوع من انواع التبرك. فده يمين لغو فلا كفارة عليه.